السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بمادة التفكير، هتناقض للصف الأول الثانوي مسارات. إن شاء الله هنتكلم عن تلخيص هذه المادة على عدة أجزاء: معنى التفكير الناقد وخطواته، معنى التفكير الناقد وخطواته هو التفكير الذي يستخدم المهارات المعرفية أو إحدى الاستراتيجيات التي تزيد من احتمال الوصول إلى نتائج ملائمة وفعالة، فهو نمط من التفكير الهادف يستعين بالاستدلال والاحتمالات الممكنة واتخاذ القرارات المناسبة لحل مشكلات محددة وإنجاز مهام معينة. وفي تعريف عام، هو التروي في إصدار أحكام وتعليقها إلى حين التحقق منها. خصال المفكر الناقد: متفتح الذهن ومرن، محب للاستطلاع والتساؤل، جريء ومحب المبادرة، مستقل ذاتيا، باحث ومتعمق، استخدم البراهين العلمية، محلل ومستنبط ومستبصر. خطوات التفكير الناقد: الملاحظة، صياغة المشكلة، استكشاف البيانات، مناقشة الآراء، فحص الأدلة والحجج، تبني الأفكار والآراء، بناء الأدلة والحجج، اتخاذ القرار. إجراءات التفكير الناقد: معاينة وجود تناقض أو مشكلة في الحياة اليومية، طرح الأسئلة والكشف عن جوانب المشكلة وعناصرها، جمع الآراء والبيانات على الأسئلة المطروحة، إخضاع الآراء السائدة للتقييم، رصد حجج الآراء السائدة، اختيار الموقف السائد، بناء الحجج والبراهين الداعمة للموقف، إعلان الحل الأفضل واتخاذ قرار تنفيذه. معيقات التفكير الناقد: غموض الأهداف وعدم وضوح الرؤية وغياب التخطيط، التعصب والتسرع في الحكم، الاكتفاء بالحلول السهلة والركون السريع، انعدام الثقة والخوف من المسؤولية أو من الآخرين. ملخص درس التفكير ومستوياته: التفكير ومستوياته، التفكير هو نشاط عقلي يميز الإنسان عن غيره وعن باقي المخلوقات، وهي عبارة عن مجموعة معقدة من العمليات العقلية التي تعرف على العالم من خلالها. في تعريف عام للتفكير، هو التقصي والبحث المدروس من أجل غرض معين. تفسير بعض العلوم لعملية التفكير: فسر علم النفس عملية التفكير بأنها فعالية نفسية راقية يحيلها إلى ما يختلج داخل النفس الإنسانية من ملكات ودوافع واعية أو لا واعية. يربط علم اجتماع التفكير بتأثيرات المجتمع وتصوراته. أما علم الفسيولوجيا وعلم الأعصاب، يحيل عملية التفكير إلى الدماغ والخلايا العصبية. التفكير ومستوياته: الابتكار أعلى قمة الهرم، تبدأ من التذكر، من الأسفل التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقييم، الابتكار. معوقات التفكير تنقسم إلى قسمين: معوقات داخلية متعلقة بالشخص، معوقات خارجية متعلقة بمحيطه الاجتماعي. مستويات التفكير: التفكير البسيط الأساسي والتفكير المركب. مستويات التفكير: التفكير البسيط الأساسي وهو يتطلب مستويات التفكير الدنيا مثل الحفظ والفهم والتطبيق، مثل تحليل المشكلة وتحديد مسار حلها. مستويات التفكير: التفكير المركب وهو يتطلب مستوى عاليا من العمليات العقلية ويضم مجموعة من العمليات أكثر تعقيدا مثل حل المشكلات واتخاذ القرار، والتفكير الناقد والإبداعي والعملي مثال اختراع روبوت. ده تلخيص للجزء الأول من كتاب التفكير الإبداعي. أتمنى للجميع التوفيق، إن شاء الله هنكمل في بقية الفيديوهات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.